السلام عليكم، مرحبا بكم. اليوم ان شاء الله يا ربي غادي نديرو مع بعض البولي فارسي دي زوسي، فطوري تاع اليوم كيما عودتكم. نعطيكم المقادير ان شاء الله. عندنا ان بولي دي زوسي، صراحه البوشي تاعي هو اللي دي زوسه. من بعد ان شاء الله في فيديو واحد اخر نوريكم كيفاش نديزوسو البولي. نسحقو البصل، نسحقو لا فيون داشي، نسحقو لا شابلور، نسحقو لي مسير. هاد اللي مسير انا كنت سيرته، من بعد نوريه لكم. الزعفران تاع الشهرة اللي ما عندكمش مش سي با ضروري، شويه المطاط، شويه هريسه، الكركب بلوتو باردون، وشويه كبابه. هنا الحرور والحرور حار، وشويه سكنجبير، وشويه زيت الزيتون، شامبينيون، الجزر، القزبر معدنوس. الخيط نسحقه باش نعقد به البولي، وهذا لاكويس، وهاد لاكويس للمرقة. من بعد نديرو بهم، غادي نعمر بهم، نديرو بهم نيفولوفو ان شاء الله. والملح بيان سور، الانسان ما ينساش الملح. هو تو طون بغا هنايا بيان سور الملح، تيتا شويه تاع بزار، شويه تاع حرور، الهريسه اختياري يعني، ما يحبش يدير ما يديرش، بس انا جو نفضلها تطيب بالنبنيله وما تطيبش حاره بزاف. نخلي هنايا البولي تاعي، دونك نقوم نشحروا لا فيون دون لا شابلور دو كويير، الحرور والحرور، الحرور حلو حلو حار، الكركب، شوية تاع الكبابة تعطيها بنة رهيبة، والسكنجبير أكيد أنا نحب السكنجبير، هو مفيد للصحة، القزبر والمعدنوس، ونخلط. ومن بعد نجي هنا هاك اي جو سير فوالا، جو فيسلي البولي. ما غاديش نوريكم كلش باسكو لا فيديو ما تسمحليش، وقت الفيديو ما يسمحليش، خاطر لا غوسيت تاع اليوم شويه طويله. هي حاجه سهله، الانسان يعرف كيفاش يعرف يدير، كيفاش يتعلم، ماشي حاجه واعره. درت الزيت وراني غادي نقليه شويه، كي يتقلى غير شويه على لي دو كوتي، من بعد نزيد البصل، نخلوه يتقلى هنا في لي كوتي بالله حتى بلي كوردون، باسكو ما تقدوش بلو بالخيط سي با بوسيبل، يخرج لكم لافارس، باش ما تخافوا، باش تكونوا سيغ بلي ما تخرجش لافارس، ديروا لي كوردون. بعد نزيد البصل تاعي ونبدا نخلي البصل حتى يدبال، ومن بعد نزيد غير شويه لي زيبيس. كنت ما ذكرت لكم في بدايه لا فيديو شويه زعتر، شويه هادو نورمالمون دائما راكم تعرفوهم، دائما يتبعوا لكم اللي قلت لكم عليه، حتى مسيرها ولا هنايا السكنجبير، الكركب اللي هو ضروري مفيد للصحه، واللبزة، الحرور مع الحرور الحار شويه، يعني ما يحبش الحرور الحار ما يديرش، مع شويه تاع المطاط. نقلي وراني نحمي في السخان في الماء، من بعد نسقي به بالماء المسخون، نرمي نزيد شويه تاع الملح باسكو الزيت وشويه ملح، الزيت كنت شويه غادي تاع قبيله، ندير هكا غادي نقلي شويه ونمرق ضروري، غادي نمرق هنا قدامكم غير شويه ماشي بزاف، ما تمرقوش بزاف، الا خصنا من بعد نزيد، غادي نزيد هذا ومن بعد نفهمكم شنو غادي نديرو. البولي تاعنا لي ديزوسينا صايره بعض، لاصوص تاع هايله ضروري، غادي درت هنايا شويه تاع دهان موتارد، وشويه ثوم مجفف، ودرت شويه تاع لا سيبوله، ندهنها تري تري بيان ونديرها تتحمر على لي دو كوتي.
هاي لا فارس اللي غادي نعمرو بها لي فولوفو تاعنا باش نربح الوقت، باسكو ما عنديش الوقت بزاف. هنا راه فيك البصله قليتها حتى دارت وصفرت، زدت ابوبخي 150 غرام تاع شامبينون، قطعته شويه رقيق وخليته يتقطع يتقلى، من بعد نزيد شويه ملح وشويه حرور، ما نكثرش الحرور والملح باسكو راني صانع بيشاميل، كاين 150 غرام دو بيشاميل، 50 غرام دو فرماج و 100 غرام دو كريم. وهذا البولي اللي قبيله طيبتها لكم في لاصوص فتته، وغادي نديره من بعد من يطيب لي من ينقل هذا غادي نزيد له شويه تاع الماء باش يطيب، نخليه يطيب من بعد نكمل. فوالا الشامبينيون اللي كنا قبيله قليناها ولا طاف، نزيد له البولي اللي كنت طيبته فتته، نزيد ما بيشاميل ونزيد لاكريم، وهذا نزيد الفرماج، نقلي غير شويه ونحبس، من بعد نعمر لي فولو ولي فولو غادي بعد كي نمشيو للفور. اي فوالا عمرت لي فولو، من بعد غادي نديرهم واحد 5 مينوت في الفور على دارنا مينوت كي نبغوا نفطروا. ها هو الطاجين اللي كملناه، زوقت بلي لي فولوفو اللي كنا عمرناهم، شهيتكم في الجنه، شهيه طيبه، وان شاء الله يا ربي تعجبكم هاد الوصفه. وهاي هي طبلة رمضان، نتلاقوا عن قريب ان شاء الله في نوتر فيديو. صحه فطوركم.